لقاء خاص مع الفنانة آثار الحكيم والمنتج محمد العدل مع رشا نبيل في العاشرة مساء. لماذا تعتبر آثار الحكيم السيسي رجل المرحلة؟ ولماذا يرى العدل حمدين مرشح الثورة؟ آثار الحكيم: حكم مصر ليس بالأقوال، والعدل: نتائج الانتخابات ليست محسومة. المستشار عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابية الرئاسية. حوار خاص بين الفن والسياسة مع رشا نبيل في العاشرة مساء الليلة على دريم 2. انتظرونا.